منه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. إن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برايان وخشكاني مسلمان سلاوي خواي قورتان ليبت رحمتي وبركتي خوا برجت بسر ايمه وبسر همو مسلمانك لو روجة في روزدا. دعاء لخداي قورة ذكين، يا ربي خدايا دينو ايمان ما سلامت كي، يا ربي خدايا دين وإيمان ما سلامت كي، يا ربي خدايا ولاة وخاك ونشتمان ما سلامت كي، يا ربي خدايا خومان ومال من دار من محفوظ بكي، يا ربي خدايا درقاي رحمة وبركتي خوت من بوبكي، يا ربي خدايا رزقار من بكي لو ناخوشي كي ميتي داعين، يا ربي خدايا سربرزي من بنسيب بكي، يا ربي خدايا دجمناني دين و ايمان ما رسواب كي، يا ربي خدايا اواني بيلان دجرن بو دين من بو وجود من بو خاك ونشتمان من خوايا ذناوي عم بي، يا ربي خدايا اواني بيلان من بو دادنين و بيلان اكاني عم بو خوايا عم بيت، يا ربي خدايا بشتي عم بشتيني، يا ربي خدايا وز اخراب من بقوري بچاكا، رحمك من بيبكي، باراني رحمت من ببارياني، آمين يا رب العالمين. برايان وخشكاني مسلمان هر لخزمت زامعي خلفاء راشدين لادبين كتن خطبية چي بيشتر لخزمت او زامعي ابوين او زامعي كقتمان شعاركي اويا آياتي چي قرآنك اخواي قورد افرميه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أو شعار جامعي خلفاء الراشدين بو وسي كلية من زيارتك استعروا لخزمة كلية شارم دبين تماشا ذكين كلية قد عيت لسلا نسرى وكلية ذي النورين، كلية أبي الحسنين، كلية باب دو حسنكان أبي الحسنين، أو كلية ككلية كي بيشتر كلية حياء بو، كلية عثمان كري عفان بو، كلية ذي النورين بو، بلام كلية أو زارمان كلية شارم كلية أبي الحسنين، بابي حسن وحسين علي كري أبي طالب رضاي خداي لبي وكرم الله وجهه. شعار أو كلية يا وكو أمو كلية كان يديك أو الشعار تشخوي هي شعار كشبريتي لحديثة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كذا فرمي رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار، رواه الترمذي بسند صحيح.
شعارك وحديثي في غمر صلى الله عليه وسلم كذا فرمي در حق إمام علي رحم الله عليا رحمتي خوال سر علي بيت جاء في غمر صلى الله عليه وسلم دعاي بودك لو حديثة ككديت معنى الشعار كليك دا فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لو دعاي دا اللهم أدر الحق معه حيث دار خوايا حق لقل علي دا بيت بو هرچه چو هرچه سوره و حقی لقلابید او دعای پیغمبریه و معلومش دعای پیغمبر مقبوله امام علی یچه اقبول اوانه که خواهی گوره هلی بجارد بون بو او ببیت پجیری او دینا بو او ببیت حواریه ببیت صحابه چی برز لصحابکان محمد ببیت هاولک لها ولكاني پیغمبر كواجيانو نفسو مالو خوين ترخان دكان بو بلاو كدنوي او دينا بو پجيري كدني محمد و پجيري كدني اسلام امام علي يچيك لوان يچيك لو پياوانا كلناو ايمان داران دا ناسراون لناو ايمان داران دا خواي گوره دش نشاني عندكا لكومالي ايمان داران سان كساني اكن كبياون سان كساني اكن كوا راستيان كدوا لقل خدا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه علي لوان بوا كهري كم جار وعدي داوة اخواي قولا عهدوا بيماني لقل خوا بستوا لسدستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ايماني هنا وبودينا ايماني هنا وبخوايتي خواي قولا برابر آياتي محمد صلى الله عليه وسلم هل لو رجوا بردوان بوا لكوشش كدن بوجي بجي كدني او بيمانا او انا بياون بياو بلان بياو كمن او انا بياون كغيرتي انهي لسردين او انا بياون كدلين مسلمانين لسر مسلمان غيرتي عند جوليتوا او انا بياو انتو چي خوابي عند فرمي الرجال من المؤمنين الرجال اي بياو چن كم بوا چن كم بياو لباش او كلا بياو انا بياو كم بوا لباش قرون لباش خير القرون كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير القرون شاكترين زمان زماني پیغمبر بوا لو كم تريج لتاكا زماني پاش پیغمبری بوا زماني تابعين لو كم تريج زماني پاشوان ترسان زمان دور ذكوين ولا زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديار اوان دا خيري من كم دبيتوا تاكا من كم دبيتوا پياوش كم دبيتوا بوي بدوري مزانن اگر لزمانه چی و چی او رو لنا او همو مسلمانان ای کناویان لخونا و مسلمان کوا نوچوانیان خریک همو بسوی و نشانی لیدر بته لبر سوزده و لبر نویش و تقتقی تسبیحکانیان لوانه خلچی جیشدکا ردینکانیان لوانه او اندد ریش بوه گیشتو تسینجی خویان بلام لزمان چی اعواده آیا اوان او پیاوانن که خواده فرمی من المؤمنین الرجال اگر اوان او پیاوانه بن لناو اسلامی هانه اسلام ناکره اگر اوان او پیاوانه بن لناو ملت چی کردی مسلمان زون بخوا و پیغمبر و بقرآن ناده آیتا کانی قرآن وصف ناکره ام بگندلو بوگن و رزیو بلام دیاره ایمه با خومن به غیرتین بلام دیاره رجال نماوه وکو دارکی حمدر حب به تشبیک من دالان سواری دبن که لایک داده بزه لایا چی دی که برز دبه حتما لو برز بونه وی لایا چی دی که دبی لایک دا بزه نا بی هر دولا پیکه و نزم به و هر دولا پیکه و برز به اینجا مسلمانانش او وقت او وقت دجمنا كان يان كفر باخلاق فاسد او وقت زمان يان دريج دبي كمسلمان كان زليل بغيرت بن او وقت وازمان يان دريج دبي
بلام ايماني علي وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لوان بون كبياو بون بياو دفاعي على دين دكت دفاعي على اسلام دكت دفاعي على كلمة القرآن دكت دفاعي على اخواه پیغمبر دكت خواه پیغمبر پیویستی با ونیه کس دفاعیان لیب که خواهی گوره کس پیویستی با ونیه دفاعی لیب که چون چی کس دستی نگاته خواه بلان دفاع کردن لدینی خواه شرفه که بو خومانی وردگرین جا بوی پا لموضوع اکی خومان در نتین چون چی موضوع اکی خومان گرنگ تره لموضوع ایدی که موضوع ایدی که وانده اهمیتو گرنگاتی نیه ابو طالب رضای نعوذ بالله ابو طالب كمان پیغمبر بو ایمان نه نابو حتى اخرش ایمان نه نابو کافری مرت ابو طالب مالو عيال چي زوري هبو او مالو عيال بو خوش دستي كرد بو جالبر او دو كوري بو ايش امام علي لقل جعفر اوان خزمو كسب تيان لبل اوا ابو طالب دستي كرتا درامتي نية بمن دالا كان اما بخيوكين او ابو جعفر كوتا بر مامي عباس بخيوكات وهروها عليش كوتا بر پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر من محمد بخوي امامي عليها لمن دالي وهنا مالي خوي بخوي بخيوكتوا امامي علي هلا من داليه و هلا بين صاليه ولا قال پیغمبر بوا ملازمي پیغمبر بوا لا قال يبوا لا مالي پیغمبر بوا جا من داليك هلا من داليه و شيري فرتشي ببيت النبوه بكريته و رفيق و پرور ذكري پیغمبر بيت منهجك شي منهجي خوا بيت او ماليك تيدا بخيو دكري مالي پیغمبر بيت ببيت جورا من دالك دربتي امام علي او من داله بو كلام علي پیغمبر بخيو كلا هل لقيت كاتيه وا ملازمي پیغمبر بو بو اخلاقي شهر اخلاقي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم لكاتي كخواي قورا پيامي پیغمبراتي بو محمد نار او دياري بو نار يكم كس لقنجان كم سلمان بو علي كري ابو طالب بو لجنة كانش خديجة رضي الله عنها كخزاني پیغمبر كوابو يك لو سيكساني وقت يك لو وقتان كان مسلمان لدنيا دا همو سيكسبون محمد لقل خديجة رزاي خداي لبيت لقل علي كري ابي طالب كوابو وقت يك لو وقتان امامي علي سيكش اسلام بوا كان ثلث الإسلام ثلث إسلام بوا لك لو سيعنا بوك بدزي نيجي عندك بو خدا كبدزي عبادتي خدا عندك رادا وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو نيجي كدن خديجة وعليش لدوايا يقول نيجي عندك نيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رجع شان ابو طالب بابي تساوي بعلي كوت واخريتش نويجا ايش قلتي كرم او تشي هذاكي شو والله بابي خويدا فرموي لقد امنت بالله وبرسوله وصدقت ما جاء به واتبعته ايمانا بخواه هناوة ايمانا بو پیغمبره هناوة كاخوان اردويتي كمحمد باورن بيكردوا وشويني كوتوم بابي شي اقراري كرت ومنعي نكرت صار روجت شان علي لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم نواجي عندك امامي علي للاي راستي پیغمبر نواجي عندك ابو طالب امامي كتشاوي بي عنكو بجعفري كريشي فرمو فرموي بوتي كرم توش برو لاي تشبي اموزاي خود بقرا براكد للاي راستي اموزاك اتا توش برو اللاي تسبي بقرا بدوان پشتي بقرن لو انا يبلين ادي مادم ابو طالب بو خوي تشجيع من دالا كان دكت بو اسلام بو خوي مسلمان نبو
اوش حكمتك شي قوريت يايا لا حكمتكي والله اعلم اگر بهاد با مسلمان با اویش لو انا كافر كان مشرك كان اوش عندك ده نقطك بيانقول محمد او ديني هنا وابو او خوي وقومكي خوي بي قوربن وبي وبرزبن بلان بو او تفنيدي قولي مشرك عم بكاتوا راستي بيغنب دربك حكمتي خوا وابوك او ماما هرب كافري بمرد ان جاء علي رضاي خداي لبيت لقى القرآن ده الجياء كاتك قرآن ده ده بزي بوشتر بيغنبر صلى الله عليه وسلم جي لو قرآن ده بو جي لويز ويزي وحي ده بو شنشي كاتك وحي ده ده بزي بو بيغنبر صلى الله عليه وسلم وصحابة كان لدوري بيغنبر ده بون جي لويز ويزيك ده بو وكو ويز ويزي ميشن جون بلام تينا دا قيشتن كلماتا كان لانزاني اوا وحي ابو پیغمبر دا تخوارا ولا پاش تعابوني وحي انزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بانجي كاتب كان دا كدو اوي بوي هاتو دا ينسيوا زا امامي علي لو ما الله بخير كراوا جوي لوي زويزي وحي بوا جوي لقرآن دا بو كتازا او آيتا كتازا لكن خواياتي تخواري تازه اشتا برکت و رحمت که آسمانی پیو مایا چون شک بنویهی بگرما و گرم بدستت بکوه بتازهی بنویهی بجدید امام علی تعاملی لگر قرآن آوابو بنویهی بتازهی لگر قرآن تعاملی لکر هر او وقت که قرآن داده بزی امام علی آگای لیب بوی چاکترین شارزابو لقرآنی پیروز تاك لقرآن شارزابو لآيات كان ولسورة كان قرآن زور تاك شارزابو دي فرمو سلوني عن كتاب الله ما شئتم لم ببرسن لباري آيات كان قرآن بكيف خوتان سم ليه ببرسن لم ببرسن فوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار دفرمي سن بخوا من دزانم هر آياتك لآياتك عن القرآن بشو داب زيوا يان بروش لما كداب زيوا يان لمدينة سنشي ملازمي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم إمامي علي جياني كي لقى القرآن آوابو مرتبط بو لقى الجياني پیغمبر ومرتبطش بو لقى القرآن بو يتماشادك إن هل من دالية وتاوكو شهيدش كده ولا اتشي مطلقي بو قرآن هبو قرآن وكو بهاري جاني خوي حساب ذكر قرآن وكو رفيقي اتشي عزيزي حساب ذكر قرآن وكو ما مستايكو رابري حساب ذكر قرآني همو ولاو كجيري وخوشويستي خوي مطلق داب وقرآن ولا قال قرآن دشيا بل ايهوش غريب نيا سنشي عليكو ريابي طالب ربيبي وحيا بخيوكري وحيا وقتابية كمي قتاب خاني محمد صلى الله عليه وسلم ويكم من ضالبوك لو ما لطر وردك رابط بلي اموزاي بيغمبرة وزاواي بيغمبريشة صلى الله عليه وسلم بيغمبر كتشي خوي فاطمة رضي الله عنها دايا علي او زريتيك كلاوي وبيدابو اوش بونا زريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر زريتي نبو لكوراكان تونشي كوراكاني نجيان تا قوربن وكتاكاني شهيتيك نجيان بو اوي تا منداليان ببيت اوي كمندالي بو لكتشو كوراكاني پیغمبر تنها فاطمة بو رضاي خداي لبيت كخيزاني علي كوري ابي طالب بو بو زريتي فاطمة ولو كتي پیغمبر إشاء حساب ذكره بزريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بأهل بيتي پیغمبر علي كري أبي طالب غايب نبو روجة چان لو قتاب خانية لو منهجو لو ما مستايا لدار الأرقم كمسلمان كان كود ابونا ولو يندري علي شان لقلبو علي لو غايب نبو وما كان يشي متميز شهاب لاي پیغمبر بل همون صحابه كان لاي پیغمبر خوشويز بون بل ما كانوا بلو باي هر يشيان للاينه كوا جواز بلو باي اويريكا
علي كري أبي طالب لو بايتي تايبتي متميزي خويها بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوية كاتي لكاتان كا پیغمبر كوتي كد لقل مسلمانا كان بو مدينة بس ما كد كي كم كار كدي مؤاخات بو يعني هر يشيق لمهاجرين لكوت كاركاني كرد برا لقل يشيق لأنصار يكاني مدينة او مؤاخات بو يعني كدنا برا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او برایتی لنیوان انصار و لنیوان مهاجرین دا پیدا کرد هر نفرق لکوت کرن لمهاجرین بو برای نفرق لانصاری ناوکشان دیاری کرا فلان برای فلانا کس هموی توزیع کرد تو برای فلانی تو برای فلان فلان برای فلان لآخری دا بس امام علی ماوه امام علی ماوه که پیغمبر صلى الله عليه وسلم نیکد برای لگل کشک ل انصاري مدينة امام علي دستي بقر يعني كده زر متأثير بفرمو يا رسول الله همو مسلمانا كان كده برا برا بس نك بس كسد لقل منك كده برا امند لقل كسنا كده برا جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستي لسشاني دانا فرموي انت اخي في الدنيا والآخرة شو براي مني لدنيا ولقيامت كوابو بويا علي نكد براي كس علي هل قتبو كوابي كات براي خوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او مؤاخاتا لقل خوي دا پیغ بيني لقل علي جا او مكانو بليهبو امامي علي لكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا مالي پیغمبر بويا اسلامي هل قتبو اسلامي حساب ذكر وكو منهج وكو شريعه وكو فكر وكو فلسفه وكو سلوك واخلاق وكو خروش نموذج شي زور صالح بو نمونه شي زور تاع اسلام بو امامي علي كري ابي طالب دنيا كما شاي دنيا ذكر كدنيا وكو مزرعيك وتشلقيك كبكر انسان استعمال بكابو اخرت تساوي لدنيا لخوشي دنيا نبو بوي كبيري لدنيا ذكر دواء كدنيا ديويس كميك تأثير لضليبكا خوشي ونرمي دنيا تامو تيجي دنيا كديويس كميك تأثير لنفسي علي بكا قصي لقل دنيا ذكر دي فرمو يا دنيا إليك عني يا دنيا غري غيري أي دنيا لم دور بكوا اي دنيا برو يكا چي ديكا مغرورك يكا چي ديكا هل بخلطين من بتو هل نا خلطين من قيامت نا قرم وبا دنيا بلام لقل اوش داكا بوت ساوا كما تماشاي دنيا ايدا كرت وابدا نيدا هيش قيامت بس الدنيا دا غالب بيت بلام حقي دنيا شي دا روجي اتشان سن مسلمانك لا امامي علي كاوان زانيا امامي علي لقل خوشي وهوسي دنيا يدانيا اوان جهزت عن زمي دنيا يانكر لبيوش امامي علي دنيا خرابة دنيا وايا دنيا نفس دقوري دنيا اوا امامي علي ويستي تصورك يا الراس بكاتوا راس تا دنيا اگر خراب بودا دقوري بلام دنيا همو دنيا خراب نيا جياني دنيا اگر خراب بايا انسان نيده توانشتي تاچي لناو بچيني بوي والامي دانوا فرموي نخير وانيا دنيا هموي وانيا الدنيا دار صدق لمن صدقها دنيا شويني راست قوية بو كسيك راست بكا لقل دنيا و لقل خواه و پیغمبر بشيويك دنيا بكاري بيني بكار بيني كبوي دان راوا دنيا بكات مزرعة وسيليك نك بكات غاية اگر دنيا بكي وسيلة او دنيا استفاده زورة بواسطه وسيلة دنيا نتيجة قيامة دزديني اما اگر دنيا بكي غاية وهدف او قرب سرد بي جابو يفرمو الدنيا دار صدق لمن صدقها الدنيا دار نجاة لمن فهم عنها دنيا شوينيكا كإنسان بي نجات ددري لآقري جهنم اگر بچاچی بکاری بینی اگر براستی بکاری بینی او ها تصوری بو لگل اوش که یکم زاهد بو امام علی کرم الله وجهه
یک لو پلو پایانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دایی او بو که شوی کت کردنی پیغمبر لشوینی ماوا لشوینی پیغمبر ماوا معلومی شه باسی کت کردنی پیغمبر ما کردوه که او شو کافرکان مؤامره ان لیکر لپیغمبر مؤامره ان کرده بو و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فاي قوله ده فرمي ابو آية اقاداري محمد كده وصلى الله عليه وسلم يا محمد كافر كان ومؤامرين لسداناوي داناوي بتكجن يان بتقرن حبست بكان يان ودرت بنين ويمكرون اما كافر كان مؤامر ده بنين خریچی مؤامره خویانن ناسانن خوای گورش و مؤامره اوان پوچل دکاتوا اوان ودا زانن هموش تکر خویانا دنیا کسی دیکی تدانی غیری خویان بوی کافر انسانی مفسد لهمو زمانیک ودا زانی او خطیک او دایدنه بس او هیا نازانی خدای رب العالمینش لفوقی وی آگا داری خطا پوچلکانی وانا ويمكرون مؤامرة كان لسر الإسلام مؤامرة كان لسر پیغمبر الإسلام ويمكر الله أما خواي قورة مؤامرة كي أوام بوصل دكاتوا والله خير الماكرين ونعم بالله خواي قورة هركاتيك أجر مسلمان لمستواي إسلام بن لمستواي هدفه رسالة وشرف إسلامي بن خواي قولة بشتي عندك ليه ومؤامره بشبنا كان يان بوصل دكاتوا دفاع يان لدكا دفاع لچه دكا لإيمان داري راستقينا لإيمان داري بياو اويك بياو غيرتي إسلامي لدل داهية خواي قولة فرمي إن الله يدافع عن الذين چه خواي قولة دفاع لچه دكا يدافع عن الذين آمنوا آمنوا بصدق آمنوا بإخلاص آمنوا بلسانهم وبقلبهم وعملهم إيمان ينبو خواهي قولا دفاع لو مسلمان ذكا كوا إيمان راسقين يان لدلهيا وكان حقا علينا نصر المؤمنين خواهي قولا دفرمي فشت قرتني وسري خستني إيمان داري راسقينه خواهی گوره لسر خواهی حق کردوه بلام حقیش من لسر خواهی نیه خو بلام لبو تأکید و کان حقنا علینا نصر المؤمنین اینجا ایماندار مسلمان هر کاتیک بو اوی خواه پیش جیری بکا خواه دفاعی لیبکا خواه نصرتی بداتی دبی ایمانداری راستقی نبی دل و زمانی مؤمن بی خالصا بو خدا بی بو جماعت یکو بو طرف یکو بو لایق نبی خاصتا ولای بو خواه بی مسلمان نبی ولای بو لایق بی دبی ولای بو جماعت یک نبی ولای بو نفر بو کمان نبی ولای بو خدای رب العالمین ولای بو اسلام جا مسلمان دبی آگاداری او بی لکاتی ایش کردن دا لکاتی بکارهنانی وسیله نابی وسیله که بکات هدف ایش کردن بو خواه وسیله هدف که گیشتن بخواه ولا من بو خواه نگ ولا من بو دنیا جا بوی کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مؤامره لیکرا خواهی گوره آگاداری کرده و اینجا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بریاری اویده که کوچ بکا بو مدینه بلام امانتی کافرکان امانتی اهلی مکه اهلی مکه که اوان پیغمبریان بدری خست اهلی مکه که اوان محاربه محمدیان دکد اهلی مکه که اوان محاربه اسلامیان دکد زیر و پاره و امانتی بقیمتیان لچه دادنه او وقتی بانق نبو که بچی لبانق دابنه شوینه چی امین نبو غیری مالی محمد نبه چون چی ناویان لنابو الصادق الامین الصادق الامین بانقی صدق و امن بو لمکه نشانه امن و دستپاچی بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم او کافرانه که جنیان پیده دا او کافرانه که محاربه شیانده کد او کافرانه که ودرش یعنی خذ
همو ملك و املاكي بقيمتيان لا وجدان ابو تماشا و تناقضي سبحان الله ايمانيا بي هي كصادقة دستباكة امينة اشياء شتي بقيمة بقيمتيان لاي كس داناني لاي محمد نبي اوزا محاربة شيدك كواب محاربة كان عن علم عقيدة نبو عينات بو شريب زابوه پیغمبر که کوچی کرد امام علی لشوینی خوی نواند او شو که کوچی کرد فرموی علی لشوی اندنوی و امام علی دی زانی او نسنتنا و نسنی که نسنی چی اتیادی نیا او نسنی که لشوینی پیغمبر دنوی معنای اوه یعنی تو او شو لروحی خود خوش بوی چون چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگادار کرابو چی گوت من للاین خواه كافر كان مؤامرين عليك دي او شوا يان بتكوجن يان درد بكان يان حبس بكان كخوي درتو امريكا دا علي واياك نستعين بجزانا او اقرارا يعني خويا مالو جياني خوم فروشتتو مقابلي بهشت زان راز دكي لو فروشنا يان درو دكي بخود دزاني بس بزانا او شهادتا معناي فروشتني خوتا بخوا هم مسلمانك اوح او ايدي دي لك الخواي قولا بويا امامي علي نقول اخر كوبنم يا رسول الله اخر نكوبن كجن اخر نكوبن لبن نخير سنتي اوانا هيواو امل ينوابوك خواي قولا بشهيد قبول يان بكا سنتي خواي قولا شهيدي بهموك اسروا نابيني براي خوم خواي قولا هموك اس مستحقي اواني بكا تشهيدي بلاي شهادتي بدريتي لو يتم اشهادك الى غزا ولا شردا زور کسی واهی تمنا دکا شهید بکری بلانده تو مالی و بساغ و سلامت که خواهی گوره لوانه بر روای نبیدی خواهده فرمی و اتخیذ من کم شهده حال دب جیری خواهی گوره حال دب جیری چه مستحقی شهادتا چه مستحقی او پلو پایه او حال دب جیری کواب او شرفه پلو پایه هیواو عملی مسلمانه بوی امامی علی زور بخوشی و لذی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لگر بزانی که او یعنی مردن لوين نس وكو آزا وكو شير وكو مسلمان چي بغيرت تاسير رجع لمكة ماوا امانتكاني دبرد مالا كافتاكا او امانتتو او ايتو او ايتو همون دا دعوة او استابايا كورا داي داي وانا ايدو جمل مانا كورا بيبا داي فرهوديكا داي تاوانيكا كاوليكا برام لكنوان تالان نوبو نوعي اوان اخلاقيان همو سياسة اسلام اخلاقي هي سياسة اسلام باخلاق هوايا بلام استا لعالم اخلاق نما بويا عالمش توشي او درد سريا بوا امامي علي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هشتيوا كاو مالو بارو زير بقيمتان بداتو در صاحبه كان كاوان دريان كرتبون در شان تواني لقل خويا بن وزور شان پیوست بو چونشي او ماليه كلاويه بو احتمال پشي دولة اسلامي لكدو زورش بلام همو ينقل عنه تنش اخلاق اسلام او قبولناك امامي علي لهمو غزاء كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تقريبا مشاركة كتوا هر لبدر لقل امامي حمزة غيرتي مسلمان راستقيني عن نشان دا لأحد لباش اويك مصعبي كري عمين شهيد كرا رأي لا اله الا الله محمد رسول الله بدزبو كأو رأيك تخواره إمام علي برزكر دوا لشر أحد أو الله لا إله إلا الله برزكر دوا دستي بشر كرد بغيرتانه وبمسلمانه نشر كرد بلام بطوله آزايتي إمام علي تنها آزايتي عسكري وجسمي نبو لإمام علي دا زور خوروشتي بياوانا هاتبو دي يكم يان بطوله يعني بالاوانيتي ازايي لباشان رجوله وشهامت يعني بياوتي اخلاق اسلام اخلاقه رجولته اسلامه بطولته بياوتي وبغيرتي همو اوانا كوبونوا للشخص امامي علي رضي خداي لبيت كانت شلون بياوت ازايتي بغيرت بو ازايتي باخلاق بو باخلاق لا پشت و خنزری را ندوشند سنش اخلاقی مسلمان و قبول ناکد بزانه لشر احد لپاش اوی که
كالرأي بدست وقد لدست يتشان الله لا إله إلا الله لدست يتشان شمشير دفاع إلى إسلام ذكر يقل مشركة كان لمشركان هات بران بريكا ناوي أبو سعد كري أبي طلحبو أو مشركا ناريكا هات قلت يا علي ورا بران برم معني عليش بغيرتي مسلمانان شو بران بري أو خوي بيزور بو خوي بيأوبو كعلي بكجي بلان باش شريتي مسلمانان أو بيأوانا إمامي علي أبو سعد لعاردي دا كبعاردي كف أو بقيمة تشيكر أبو سعد مشرك عورتي خوي كشفكت زلشي لشخو هل داو عورتي خوي كشفكت أو وقتي كإمامي علي خريق بو بشمشير لو رجيب دا كعورتي ديت شاي خوي قبال كدو قراوة قتان يا علي بولد ندا بولد كجنا توبان فرموي خر أو عورتي خوي نشان دا من أخلاقي من قبولنا كيشك أو عورتي نشان بدا وكو بهزيك نشان بدا بسن بيكوشم تماشا أو بطولته او پیاوتیا بوی ازایتی علی بس ازایتی نبو اخلاقی شی لگلبو پیاوتی و رجولت و شهامتی شی لگلبو لفتح خیبر که خیبر شوینه چی زور عاصه بو چند قلایه چی بلند و عاصه لی بو زور زحمت بو فتح کدنی بو سر مسلمانان مسلمانکان با قیاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند زار حجومیان کرده بو بو فتح خيبر بلام خواهي قولي النصر وسركوتني بنسيب نكتبون لهجومي يكم ولهجومي دوام هيتي عوضزنا هنا انزا بو آماذا كذن بو هجومي سيام او شوي كمسلمانا كان كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لشكري آماذا ذكت بو هجومي سيام بو بياني لذا بيغمبر فرموي لو اعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله او شيء پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بياني ان شاء الله او الله الله هجوم ددم دست پیاوك كخواي قورة فتح خيبري بدست او دكات اوش معجزيك اللي معجزتكاني خواه بولا هجومي كم پیغمبر وين فرمو بولا هجومي دوام پیغمبر وين فرمو بلان پیش هجومي سيام بو فتح خيبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بياني علاك دما دس قائدك دس پیاوك هجوم دكن خواي گور فتح دكال سدستي او پیاوا او پیاوش يحب الله ورسوله خوا پیغمبري خوش دوي ويحبه الله ورسوله خوا پیغمبريش او يان خوش دوي چا مسلمانا كان هموان او شو ما نوانا اندزاني او پیاو چيه كسبيني سبيني پیغمبر او رايه تسمين لكان هر همو يان لدلي خوي اند حزي اند كد او پیاو او بي هر يشك حزي اند كد او بي او شرف بنصيب او بي امام عمر رضاي خداي لي بي دفرموي قسم بخدا هيت وقتك حزم نكد وكبن بامير وبقوري قومك بقوري كوملك او شوي حزم كد كسبيني امن بما امير وسكد او لشكرا بلكو من دبما او وصفك بيغمبر وصف ذكاء يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله بلان كبياني بوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اين علي بن ابي طالب كوا علي كري ابي طالب كان يا رسول الله موجودة بلان تساوي ديشي تساوي كل بوا ناتواني بي فرموي بانجيك علي هات پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دستی مبارکی خوی کمیگ لطراتی دوی با چاوی علی داهینا با اذن خدا چاوی علی چاک بوا که هیچی لی نبو بی آوایا اینجا رایه که تسمیلی ویکت فرموی یا علی اول رایه اسلام قائدی او زیش هجومی سیم اتوی خوای گوره لسه دستی تو فتح دکا اینجا علی فرموی یا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا حتى مسلمان دبن هر امن لقل ان شربكم فرموا انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر نعم رواه الشيخان فرموا يا علي يا كم جابرو كذا سيناويا داوايا لبك كببن بمسلمان اگر نبون با مسلمان ها
هنجینه یان جزیه یان شر یان لگل بکه جا فرموی قسم به خدا ای علی اگر نفرک بسبب تو و خدا هدایتی بده با اسلام او با تو چکتره لدنیا و لهمو لویک لدنیا ایدایا لهمو ملک و املاک و شتی با قیمت دنیا لئن یهدی الله بک رجلا واحدا لهو خیر لک من حمر النعم و لروایت چلیکا لهو خیر لک من الدنیا و ما فیها اینجا هدایتی خلچی نصیحت کدنی خلچی هیگ و قران نوين فرق لرقي خوار بورق اسلام تاكثر بوتو لدنيا ولا ولا دنيا يدايا انزا كهجوم ياكد مسلمانا كان دلين بو خوش ما نازانين شون او هجوم ابو شون شوي نجورا شون لقلايا كان يان او ديبوين هر او انما انشير ابو صيحي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لنا وقلا كان خيبر لنا وخيبر دادنج الله اكبر برزبوا زاني من او تازه فتح كراو وجيره وعدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتجي لغزاي تبوكيش لو غزاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم امريكا دا علي كري ابي طالب كبيني توا لاي مالو من دالو لاي جنكان مسلمانا كان دتن بو غزا امام علي زوري بينا خوش بفرمو يا رسول الله اتخلفني في النساء والصبيان اتخلفني في النساء والصبيان ايا من ليدا قري من لنا وجناب من الموا بو نام بي بو غزا لقل خود يا رسول الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم والله مدعا فرموي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى ايا رازيني تو وك للاي من وكو هارون بو موسى تصنبو توش وكو من للبي ألا غير أنه لا نبي بعدي سنشي حزتي موسى كتوى بو تكلمي خوا حزتي هارون إبراكي لشوين أخوي بزيهش خواهي قولة لو باري لفرمي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولا لشري خندقش كمسلمانا كان خندقيان بدوري مدينة داري ذابو امام علي مبارزي لقل عمري كري عبدي ودكرت ولعاردي داو وتوباندي امام علي او مواقف كاني بو امام علي او قيمة او وزني بو لكن في غنبر صلى الله عليه وسلم قيمتي لا يخوش قيمتي شي متميز بو وكو في غنبر صلى الله عليه وسلم فمن يحبه الله ورسوله خواش خوشي دوي في غنبريش خوشي دوي انسر رضای خدای لی بیده فرمی روش دکل روشان پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم خواردنی لپیش بو خواردنی لخوارد دعای کت فرموی اللهم اعتنی بی احب خلقک الیک یأکل معی فجاء علی فأکل معه رواه الترمذی ده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم روش دکل روشان خواردنی لپیش بو و دعای کت پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرموی خوایا یک چی بنیره که لگلم او خوارد نبخوا که خوش شویسترین کس لای تو لولا و امام علی پیدا بودنش لگل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نمکی خوارد اوش دلیلی اوه که خوش شویسترین خوا یار خوش شویسترین خلق پاش پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لای خوا امام علی اخلاقی لگل مسلمان انوابو و لگل خلفاء کانش لگل ابو بکر و لگل عمر و لگل عثمان وكو برايك لقالي عند الجلاوة وكو دستي راستيان وكو قوتك بوان وكو عون يارمتي بوان وقضاوتي بو كردون يارمتي داون بشجيري كردون بيني عنقلك خوش بوا بيني عنوانا بو وكو بعزك لكتابة كان بعزك لو كتابانا كدان ميشي قنزي مسلمان تيك بدن دالي والله امامي علي بيني لقال ايو بكو لقال عمر تاك نبوا زوني بيداين عندكان زوني بيدان نخير ونبوا بيني لقلوان زور زور تاق بوا ودائما استشاريان بي دكر اوش نصيحتي اواني دكر او ايشيان بهموان بيك هنايا لسل من بري كوفا روجق لروجان لقصك الدني دا امامي علي دفرمي خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر رواه البخاري امامي بخاري دفرمي امامي علي لسل من بر فرموی چاکترین کس باش پیغمبر لو امتا ابو بکر و عمر اوش لخوششویستی علی بو اوان بلام امام علی دی زانی که روش یک دی آوا سن کسان یک وای لی بکن که
لوستي لبشريتي خوي دردهينن لو انا ديكنا بيغمبر لان لو انا بيغمبر شاتر ذكن بوي دفرمي كإمام احمد رواية دكا دفرمي امام علي يهلك في الرجلان دون ابياو بسبب من بهلاك دتسن محب مفرط بما ليس فيا يك كان او بياويك امني او اند خوش دوي او اند خوش دوي زيد الروي دكا لخوشويستي على حد خوشويستي دردسه من لا لبشريه دردين لقيمتي خون دردين او توشي هلاكت دبي بسببه ومبغض يحمله شنااني على ان يبهتني ويك تشيش بجمني منا رقل من دبي توا او رقل ابو نوايا وابكا كوا غيبت بكا اويك غيبت بختاني فيدكا يعني اويك خوشي دري خوش فيسنتشي اوا كلا حد بيتدري ولا بشريتي بيتدري او هر دكان مطلوب نيا وهر دكان لا اخوا مقبول نيا اشتا لباش شهيد بوني امام عثمان رزاي خداي لبي لباش او فتنة مسلمان كان هاتنا كن امام علي دعوان لكركا بيت خليفة بلام او رازي نبو يا كم جار بلام لبار اوي نكو مسلمان كان توشي نكسي چيدي كبن دجمن او هلا بقوزيتوا رازي بو او زابو بخليفة بلام خليفاتي شي خليفاتك شيوي لوقت شي اعوابو كمشاكلي قورة قورة ابو لنا مسلمانان او مشاكل قورة نش تبي بياوه شي قورة بوبي شنشي قتو يعني ان العظائم كفؤها العظماء شي قورة تبي بياوه قورة حليب كان بوي كبو خليفة كبو امير المؤمنين وكو مسلمانيكو بالوانيكو عظيميك او ها حلي او مشاكلانيك دو ودستي كده اصلاح لنا او امتا روجك لروجان لكن قاضي شرايح مشكلة شي دبي لقل جولكيك جولكك قاضية شي دبي لمحكمة لقل امير المؤمنين لقل علي مشكلة دباتكن قاضي شرايح قاضي شرايح ايش بانجي امير المؤمنين لك امير المؤمنين خليفي مسلمانا يعني رئيس دولة بانك دكري بو قضاء لقل جولكك سنشي جولك قاضي لسرفع كدوا شرايح جولكك لباشرك قصدك ليه حق لبو جولكك دا لحقك اي جولكيو وحق لعلي دا سنتو بو جولك لباشان امامي علي دا فرمي اي شرايح تو عدالة نجولايا ولو محكميا ايش فرمي بو عزيز بو تنشي حقي تمستان داما جولكك فرمي نخير والله بو او عزيز نبوم بلکو بو ایو عز بو او عز من دلم عدالت بکار نهینا جولک کد بناوی خوی بان کرد من یشد با ابو الحسن بان کرد گوتا جولک بناوی خوی گوتا دوارا بم نیشد گوت بابی حسنی ورا ابو الحسن لو من کنیر بکار نه لوینا کنیر بکار هینانش دلیل قیمت خوشویستنا بوی دبای منش بناوی خوام بان کرد بلای علی ورا نک ابو الحسن ورا يعني رازي نبو حتى لبان كدني ناويش فرقة شي بكري لقال يكا شي ديكا لقال جولك اكتزاي اوي لقال مسلمانك وهلوها قصري خلافة عن بودانا رفزي كربستنا وقصري خلافة شو لناو خاني قراكي خوي دان قلتي اوام بسا او آتي دوبارة ذكرة وكخواي قولة دفرمي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين شواني شي هموي عبادته هموي شو نواجيو هموي قرآن بو كما كدلي لا بتو بايا لو خوارني شي بتام لو إصلاحتي دنيا داي فرمو يا دنيا غري غيري هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها لقال دنيا قصيدك دا يقول دنيا وازم لبينا من توم سيبا سي طلاق داوك هيتش بايت شويك بيني من توم شاك نبيتوا او هادو حالي لقال دنيا او هابو او ها خلافتك يكت ولا علميش علميشي زوري هابو كبسيالة عايشة لكذ رزاي خداي لبي زالة شان بسيالة شان اكلا سمسح خفين فرموي ائتي عليا فاسأله رواه مسلم كان برو الله علي بسيال لو بك من نعزان او سؤالا امامي علي الاقوال كاني لحكمة كاني هويك دفرمي ليك لقصة كاني لحكمة كاني دفرمي قصم ظهري عالم منتهك وجاهل متنسك هوي بشتي منيش كان ديا عالميك
زانايك كإهانة بديندك سكاتي بديندك علمك خوي بكار ناهني بحيلته او پشتی منیش کندی او عالمه و ده فرمید زاهیلی چیشا که عبادت با زهالت دکا با زهل با نزانین عبادت دکا و هر والا اقوالا کندی کشی ده فرمید الصبر صبران صبر على ما تكره و صبر على ما تحب اخلاقی زور برز بو اخلاقی مسلمانانه بو حتی لگل اوش کشری لگل معاویه بو بینیان لگل معاویه خوش نبو اگر کسی یک جنی به معاویه بوده باید پیشی خویلی تو را دکر دیگود باز جن به مسلمانان داده ای دی فرمو کریح تو لکم ان تکونو شتامین و لعانین من نام ایو جن به کس بدن جن مدن بلکو بلن اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا و بينهم لجاتی و جن بوان بدن بلن خوایا خین من محفوظ بکی خینی مسلمانان محفوظ بکی خوایا اصلاح بیخی بین مسلمانان او های دا گفت و شهید بونیشی لره مزگود بو یعن لناو مزگود بو وکونده لمؤرخان دا جرنوال سیره فرمی همو بیانی یک لکوفه لمالکی خوی درده چوب و مزگود لره گای مسلمانکانی با آگاده هینا دی فرمو الصلاة الصلاة یرحمكم الله وقتی نویج رحمتی خواتان لبی هرسنوا لروجه لو روجانه لو ره گای کده چوب مزگود حواري ذكر الصلاة الصلاة منافق يشي ملعون كناوي عبد الرحمن كرم الجنب لبشتوا بشمشير يشي جهراوي ليدا بلان بيش اول شهيد بي قيش نسريو هنا انا ومالي كهنا انا ومالي لو حاطيك اخويني ليدروا فرموي وازل من بين من ايه وبرو نواجي باني خوتان بكن نواجي باني تان نروا اقاتان لبي ولن وازم لبين انزاري شون نواجكي عن كده كهات نوا فرموي انزا قاتلكي عن قتبو عبد الرحمن عن قتبو فرموي زوري لقالي باش بالأزتي مدن لي مدن زوني بي مدن اگر بوخوم مام او خوم بوخوم حسابي لقال صعب دا كموا اگر اش نمام هنجين بيجين نمن اجا بيكوشن وشهيد بونيشي لروجي هجده منج رمضان بو لو روز مبارکه لو وقت مبارکه بو کوا شهید کرا او جگ بو لو سلسله او مؤامره گوره ای که لخود بی رابردو باسمان کرد که شهید بون امام عمر شهید بون امام عثمان و شهید بون امام علی شی بسدهات او اخلاق امام علی بو او پلو پای امام علی بو لای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لای خدا او جا او پیاوه بو که خواه و پیغمبر خوش شانده و اویش خواه و پیغمبری خوش ده و یا ربی خدا رحمان پیب کهی یا ربی خدا من جری بقتابی رگی اوانا یا ربی خدا اوان بو من بکه نمونه و بکه قدوه یا ربی خدا دلو درن معرون نگه بکه بنور اسلام یا ربی خدا حالی خراب من بگوری بچاکه آمین الحمدلله رب العالمین نبعني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين اتقوا الله أيها المسلمون وإلى الإسلام أيها المؤمنون يعود لكم مجدكم ويرجع عليكم عزكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اعتصامي ولا حولي ولا قوتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نحمده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا بأن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم ويقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما براني خوش احتمال ملاحظة اشتكت عن كذبه لو خطبه كلا باسي إمام علي باسي شركان إمام علي ما نكر لك المعاوية هي ما نكر باس ما نكر
بلکو هر نامانوی مسلمان خوی لو مسئله دا بقرتینی و تاقیبی او مسئله نبکا لبر او شرعی و ناخوشی ناو مسلمان هم بوا اما به هیچ شیوه یک ناتوانیم بلین سوتی او لا بوا یعن سوتی لا اکید که بوا او لا لسر حق بوا یعن لا اکید که لسر حق بوا و به هیچ شیوه چی زائز نیا کم کردنوا لقدر لایک و جویندان بلایک یان با علی یان با معاویه لبر او هر دو لا صحابه بون هر دو لا حوالی پیغمبر بون صلی الله علیه و سلم و حدیث و آیت در حق هر دو لا هيا بو ایما وکو امام عمر کری عبدالعزیز ده فرمی ایما قومی چین خواهی گوره دستی ایمای پارستو که بخوینی اوان سور بی بو ایستا بزمانی خومان گونه بار بکین بو ای دلین تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم بو ای اوان قومی بون رویشتن جا خواهی گوره بو خوی روزی قیامت حکمی علی نودکا کام سوزبار نیا بو ای لو باره ایدا بکم تماشا کرنی هر لایک گناه چی گله گوره یا جوشتان لیبو که امام علی بو خوی رازی نبو کسیگ ناوی معاوی بخراب بینی و جوانی پیب دا فرمی لجیاتی و دعا بکن بلین یا ربی خدای خوینی مسلمانان حفظ که و اصلاح ذات البین بیخ بینین و هر و امام نووی رضای خدای لیبه لشرح مسلم دا فرمی و علم ان سب الصحابة رضی الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب ومتأولون إمام نووي لشرح مسلم دا فرمي حرام جوين دام بصحابة أجرتي أو صحابة شرش لقى المسلمان عن كذبه جوين دام بيان رازينية وزائزنية وحرامة سنشي أوانا مجتهد متأول وهروها بعض يقلا لمذهب مالكي دا فرمون اوه جوان با صحابه بدا دا بی بکجره اوه بوه زمانی خوما مبارزین جوان با صحابه ندین و باسی اوشتانا نکین لبر اوه بو باسی اوشتمان نکن نقطه دوام لو روزانه دا دیسان دیانویش بلاو بکن اوه بزد اسلامو بزد قرآنو لدجی خواه و پیغمبر لمسله آفت و بینو بردو اوانا او مسله کوتای نایه او مسله خلاص نایه باور بکا من دلیم اوانا بو اشتی و اثار دکن بو او امام استاکان لمزگو تکان خطبان لسل او موضوع به وزد خطبکانی خویان بینن زا بو احتمام ندان اوان و به هیچ نزانین یان ساکتر لوی که باسیان بکره بلا هم یک شتیان پیدلین پیان دلین با آنه که اوشتان ایثار دکن او رو آفرد واو بشودان واو ماری آواو قرآن واو اسلام واو دلین بله غدر لآفرد کراو اشهد بالله غدر لآفرد کراو ای مش دلین بلا موارن باب زانین چه غدری لیه کدو حقی لیه بستین چه غدری لیه کدو قرآن یان بی اخلاق کان و هروها دلین آیا ایستا او دما استا او دما وقتی هنده که اوشتانه بکار بین اگرانگو آزانه اگرانگو خمخوری ملتن اگرانگو دموعی تماسیح نارجن ده هاوار اک بکن بو برسیاتی او ملتی هاوار اک بکن بو اوانه که لبسان دمرن هاوار اک بکن بو اوانه که ساله که معاش ورن جیرایا اگرانگو آزانه و بغیرتن پیاون و دفاع لملت دکن دفاع لزجی ملت بکن دفاع لکرامت ملت بکن دفاع لخاچی خواتا مکن که واخاک و دجمن سیلی کدیا بجمن لحمو لا یکی دوره لعمه داویده تنها جوره وقتی هم در جن وها هاتو قرآن وها وگو تو مارهی وها و تاجنی وها اوانا دیار دیانه وی تاوی عالم جوی عالم قپار کن لبرسیاتی و لو بی اخلاقی کن نومانا بنا با معالجي حالي اقتصادي بكن معالجي امن بكن معالجي او ترسو زلام كوجو زلام قطاننا ومن دار قطاننا بكن با عالم تير بكن با امن و امان و با قانون و ياسا دابين بكن او زلال پاشان قيناك با اوشان بكن بلا مستا وقتي هندو يا عالم والسي قوري دي لبرسان عالم واهمو بي اخلاق بو لبرسان جن بي اخلاق دبو لبرسان من دار صليده صليده كويت اخواني لبرسان مكتب واذا كيت وقلمه شي رانقا ورنق مذن من داره كان اوه باشي اوانا بكن اقل اوانا تواهر لكن وراس لكن بلان دلين وكو شاعر دلين اذا جاءتك مذمتي من ناقص فتلك شهادة باني كامل هل اوانا ظنهي تشي لكن علي
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وارفع وأبد كلمة الحق والدين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانتقم من أعدائك المجرمين والملحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم رد كل غائب من الديار والأهل غانما سالما. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين رخاء سخاء، آمنا مطمئنا، وعامرا بالإيمان. ورحمتك الواسعة على من أنشأ هذا المكان وعلى من يقيم فيه الصلوات ويعمره بالعبادات. آمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل. أعوذ بالله.